عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تدعوكم مبادرة الباحثين السودانيين فرع علوم المختبرات الطبية لحضور بث مباشر بعنوان سلسلة دروس عملية في المضادات الحيوية وطرق دراسة ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية. تقدمها لنا اليوم دكتورة هناء صلاح الدين البدوي، اختصاصي أحياء الدقيقة الجزيئية، مستشفى سوبا الجامعي، باحثة فوق الدكتوراه بمحض الأمراض المتوطنة جامعة الخرطوم، ومدير معامل ومدرب بمنظمة أطباء بلا حدود فرنسا، حاصلة على دكتوراه في الأحياء الدقيقة الجزيئية بمحض الأمراض المتوطنة جامعة الخرطوم، وماجستير وبكالوريوس علوم المختبرات الطبية أحياء دقيقة من جامعة الخرطوم. سوف تكون محاور سلسلة من المحاضرات اليوم عن الأنتيميكروبيال أن أنتيميكروبيال ريزيستنت، والمحاضرة الثانية سوف تكون الأنتي بايوغرام أنتيميكروبيال سستابيليتي تيستينج أن سي إل سي أي جايد لاينز. المحاضرة الثالثة سوف تكون بعنوان المالتي دراج ريزيستنت باثوجينز، والمحاضرة الرابعة سوف تكون عن سيرفيلانس اند انتي ميكروبي ريزيستنت ترانسميشن. فلتتفضلي مشكورة دكتورة هناء. السلام عليكم، شكرا دكتور نادر، و شكرا جزيلا وعمل او عملي ريكورد ريكورد احتياطي في الجهاز. تفضل. اوكي، هنا اسكن بي محتاجة بيرميشن لأنه أكون كوهوست أو حاجة زي كده عشان الريكورد. انا دكتور نادر، انت الهوست، اديها برمشن. طيب يلا دكتورة. عملناك هوست يا هناء. يس كده اي ثينك. اوكي، ايوه السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لكم. أنا سعيدة جدا إني اليوم أقدم محاضرة مع جمعية الباحثين السودانيين وفرع المختبرات الطبية، برضو سعيدة جدا إني أتكلم عن الأنتي مايكروبيال ريزيستنت. أولا شكرا لك دكتور نادر على الدعوة، وشكرا دكتور عبد الله عثمان أستاذنا طبعا على المساعدة. طبعا هو دكتور نادر في التعريف حتة صعبة شوية لأنه هقدم بعد دكتور عبد الله يعني، فإن شاء الله تكون المحاضرات مفيدة ونقدر نقدم حاجة عن الأنتي مايكروبيال ريزيستنت. Now I share my screen. أوكي، اليوم هي المحاضرة الأولى حتكون عن ال introduction antimicrobial و antimicrobial resistant. The outline of this session حتكون عن ال introduction classification of antibiotic, use and misuse of antibiotic, antimicrobial resistant, reason for antimicrobial resistant, evolution of bacterial resistant, and infection prevention and control. إذا جينا نعرف الانتيميكروبيال، الانتيميكروبيال هي عبارة عن one of the most successful drug have been used to save the human population for the threat of infectious disease. هي واحدة من الأدوية أو من الدراج بتستخدم في علاج الـ infectious disease. إذا جينا نفرق بين الأنتيميكروبيال والأنتيبيوتيك، أنتيميكروبيال in broader terminology include sulfonamides and many substances not fall under the definition of antibiotic but have the same application. اللي هي
عبارة عن مواد سنستيك، هي مجموعة لما نقول برودر معناها بتشمل السنستيك والنان سنستيك، وبتشمل برضو الانتيبيوتيك في التعريف بتاعها. الانتيبيوتيك كيميكال سبستن produced by various species of microorganism, bacteria, fungi, and other organisms that can destroy or inhibit the growth of other microorganisms. هي عبارة عن مواد بتنتج اللي هي المايكرو أورجانيزم itself، يعني هي kill مايكرو أورجانيزم by other مايكرو أورجانيزم. مثال لها زي مثلا البنسلين والستريبتومايسين، هي ممكن تكون أمثلة للأنتيبيوتيك. فالأنتي ميكروبيال أشمل تعريف أشمل من الأنتيبيوتيك. Classification of antibiotic. Antibiotics are classified by several ways on the basis of chemical structure, mechanism of action, spectrum of activity, mode of action. يعني كل على أي أساس أنا، يعني عندنا أربع أسس أنا ممكن على أساسها بقدر أعمل classification للأنتيبيوتيك. إذا أخذنا المثال الأول on based on the action، ممكن تتقسم على إنها group cell wall synthesis inhibitor زي البنسلين، السيفالوسبورين والفانكوماسين، بيتالاكتيميز inhibitor like polymyxin باستريسين، protein synthesis inhibitor like inhibit CRCS subunit amino glycoside، فيها الجنتاميسين أو الجروب بتاع التتراسايكلين، أو antibiotic that inhibit the 50S subunit macrolide اللي هي السيفالو الكلورامفينيكول and clindamycin. DNA synthesis inhibitor including fluoroquinones هي السيبروفلوكساسين والميترونيدازول. RNA synthesis inhibitor like rifampicin, mycolic acid synthesis inhibitor, iodonate, and folic acid synthesis inhibitor, including sulfonamide and trimethoprim. ممكن إذا جينا نشوف الأكشنز اللي هي هنا ده مواقع في البكتيريا، inhibit البروتين أو inhibition of DNA or cell wall or cell membrane or folic acid. Other classification on the base of activity. ممكن تتقسم as broad spectrum antibiotic اللي هي زي الأموكسيسيلين، تتراسايكلين، سيفالوسبورين، كلورامفينيكول، إريثروميسين، or narrow spectrum antibiotic including penicillin G, cloxacillin, floxacillin, bacitracin and vancomycin. تعريف ال spectrum of activity، هنا عندنا يعني diagram ده بوضح لنا ال spectrum of activity. تقسيم ال microorganisms اللي هي بنلقى فيها الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بالإضافة للكلاميديا والريكتسيا والمايكوبكتيريوم على حسب الإفكت بتاع الأنتيبيوتيك في المجموعة بتاعت الأورجانيزمز أنا بعرفه هل هو برود سبيكترم أو نارو سبيكترم. إذا شفنا المثال بتاع التوبومايسين فده بيشتغل على جزء من المايكوبكتيريوم وجزء من الجرام نيجاتيف، فهو باعتباره شنو برود سبيكترم. انتيبيوتيك تاني مثلا زي البنسلين ده بيغطي كل الجرام بوزيتيف بكتيريا بالاضافه لجزء من الجرام نيجاتيف وجزء من الكلاميديا، فهو برضه باعتباره برود سبيكترم. التتراسايكلين برود سبيكترم بيغطي اكثر من ثلاثه جروب من المايكرو اورجانيزم. مثلا انتيبيوتيك زي البوليميكسين فهو نارو سبيكترم لانه جاست يعني هو الايفكت بتاعته بس في الجرام بوزيتيف جرام نيجاتيف بكتيريا سوري. On the classification of bacteria on the mode of action، اذا قلنا نعرف نقسم على المود اوف اكشن، هنا بيجينا التعريف بتاع انها bacteriostatic antibiotic. This inhibit the growth of the bacteria like tetracycline, chloramphenicol and erythromycin
or a bactericidal antibiotic directly kill the bacteria, cephalosporin, penicillin, aminoglycoside, and cotrimoxazole. فهي ممكن تكون نوع من الانتيبيوتيك هو بس بيعمل انهيبيشن للجروث بتاعة المايكرو اورجانيزم او ممكن تكون دايركت كيلينج يعني هي بتقتلها بتعمل كيور. في الحالة دي اللي هو location and severity of infection affect the choice of antibiotic اللي هي على حسب هو العيان راقد وين وعلى حسب حالته فهي بيختاروا له بكتيروسايدال أو بكتيروستاتيك. فإذا كان patient sinus infection call for bactericidal treatment يعني هو patient راقد في المستشفى عنده مشكلة في السينس في الحالة دي أنا ما ممكن استخدم بكتيروسايدال أو أخاطر بالهناك لازم استخدم في الحالة دي بيستخدم بكتيروسايدال أنتيباوتيك وبيتجنب البكتيروستاتيك. Antibiotic prescription. الانتيبيوتيك prescription هي حاجة مهمة شديد. إذا جينا شفنا nearly half of the inpatient receive antibiotic. يعني نص العيانين اللي هم مرقدين في المستشفيات بياخدوا antibiotic. فالantibiotics are the greatest discover of the modern medicine. هي باعتبارها يعني كانت اكتشاف عظيم في الطب الحديث. ليه؟ لأنه our current achievement in medicine are attributed to use of antibiotic. كل الحاجات اللي وصلها في المديسين استخدام الانتيبيوتيك ساعد في الحاجة دي أو كان له دور. و life saving in serious infection برضو حفظت أرواح ناس كثيرة في حالات بتحت ال serious infection. لكن الحاجة يعني ممكن تحدث إنه a drug resistant threaten the reverse medical progress. يعني هسه زي ما شفنا البروغريس العظيم اللي حصل بواسطة الانتيبيوتيك ممكن الريزيستنت بتاعتها تؤدي لشنو؟ لريفيرس أو تراجع في الديفلوبمنت بتاع التريتمنت. ناخذ مثال إنه مثلا curable disease from sore throat and ear infection to TB and malaria are in danger of becoming incurable. يعني أمراض بسيطة زي ال sore throat, the infection بتاع الإير, ال TB, الملاريا, لأنه شنو بدأت تظهر فيها, بدأت تظهر استرين تسبب الحاجات دي اللي هي والاسترين دي هي ملتي دراج ريزيستنت. فدي حاجة ما يعني هي ممكن تهدد ال يعني حياة الناس. فدي لأنه من الأمراض البسيطة العلاج سهل, العلاج متوفر وكده. فلما يظهر استرين ريزيستنت تسبب الحاجات دي فتخلي الناس ينتبهوا للمشكلة بتاعت الدراج ريزيستنت. A new report warned that increasing drug resistance could rob the world of its opportunity of cure illness and stop epidemics. يعني في ريبورت كثيرة في نشرات بيقول إنه اللي هي كل ما زادت الريزيستنت كل ما قللت من فرصة إنه العالم يتخلص من حكاية الإبيداميكس أو يوقف الإبيداميكس بتاع الريزيستنت. WHO report on infectious disease overcoming microbial resistance. يعني بنلقى إنه WHO من سنة 2000 هي بتقول إنه المشكلة القادمة اللي هي حتكون الميكروبال ريزيستنت. فيعني هي تنبأوا لها من الزمن ذاك يعني. و WHO في 2017 rated the multi-drug resistant gram-negative bacteria in the critical and the highest priority pathogen rank. في 2017 يعني هي خطتها إنه بس يعني الجرام نيجاتيف بكتيريا هي highest priority pathogen. فالحاجة دي بتخلينا إنه ننتبه في resistance ونشوف الحاجة اللي حاصلة. يلا antibiotic should be used only if فلازم البريسكريبشن بتاع الانتيبيوتيك يكون عليه كنترول. الحاجة الأولى اللي هو clinical or laboratory evidence suggests bacterial infection. أنا بستخدم الانتيبيوتيك لما يكون في فعلاً في bacterial infection وفي حاجة بتثبت إنه في bacterial infection سواء كان clinically أو laboratory by culture and isolation.
برضو في certain bacterial infection like abscess infection with foreign body requires surgical intervention and don't respond to antibiotic alone. ننتبه للحالات دي، يعني في حالات بتاعت abscess فهي دي محتاجة للسيرجري بالإضافة اللي هو للأنتيبيوتيك. الأنتيبيوتيك لوحدها ممكن تكون غير فعالة أو ineffective. Culture and antibiotic sensitivity testing are essential for selecting a drug for serious infection. بنلقى إنه ال culture والsensitivity testing هي مهمة وبتساعد كثير في اختيار الأنتيبيوتيك المناسب في ال serious infection. لأنه إذا ما كان في اللي هي guideline على أساس إنه نعرف الأنتيبيوتيك المناسب فهنا بتكون مشكلة. لكن مع ذلك مرات however treatment must often be before culture results are available necessitating selection according to the most likely pathogen empirical antibiotic selection. لكن في حالات أنا طبعا ما حانتظر الكالشر والسنسيتيفيتي، ممكن أبدأ بالإمبيريكال treatment. لكن الإمبيريكال treatment برضو هي عندها guideline، يعني في المحاضرات الجاية ممكن نعرف إنه ذاتها هي الإمبيريكال treatment دي بتجي بيس على شنو، إذا أصلا نحنا متوقعين الباثوجين شنو، على حسب الريزيستن اللي عندنا في المستشفى، على حسب الجايدلاين، على أساس أنا بختار الإمبيريكال selection. The most expensive antibiotic is the one that is not at all effective. الجملة دي صحيحة، يعني هو ما أي علاج غالي هو العلاج الإفكتيف، لا، يعني البرايس بتاعت الأنتيبيوتيك هي ما بتحدد لي الإفكاسي بتاعته، فسواء كان الدواء غالي أو كان رخيص أنا ما على أساسه إنه بحدد هل هو الدواء الأحسن أو الأفضل. الحاجة اللي بتحدد اللي هي إنه نعمل isolation، نعمل anti microbial susceptibility testing ونعرف إنه هل هو إفكتيف ولا لا. لكن يعني كونه هل هو دواء جديد أو دواء غالي أو كده فالناس تعتبره إنه حاجة هو إفكتيف وتاخدوه في ال treatment. Unfortunately, irrational use of antibiotic leading or in the end the outcome بتاعه حيكون شنو؟ AMR. AMR اللي هي الانتي ميكروبيال ريزيستنس. فعشان كده استخدام الانتيبيوتيك مهم جدا ويكون in rational use. Misuse of antibiotic lead to misuse حيؤدي ل develop of resistance, treatment failure, prolonged illness and hospitalization. Increased cost, higher death rate. في النهاية الـ primers بتاعت resistant أو يعني هي الـ primers بتاعتها جاي مع شنو اللي هو أصلاً الـ poor medication means survival of resistant bacteria. إذا ما كان في management للـ treatment في النهاية بيؤدي لـ resistant bacteria. Resistant bacteria accumulated and spread. Once إنها بقت في resistant bacteria اللي هي حتتضاعف وبعدها حتنتشر في سواء كان في الهوسبيتال أو في الكوميونتي. Clinical complication increase اللي هي length hospital stay and add cost. فالcomplication في النهاية بتأدي لإنه يا إما البيشن يقعد أكثر في المستشفى أو حتأدي لأعباء أو cost زيادة سواء كان للمستشفى أو للعيان يعني. الـ ICU major concern. لازم ننتبه على الـ ICU في كل settings في أي مستشفى في أي settings. الـ ICU يعملوا لها major concern. ليه؟ لأنه إذا جينا قارنا اللي هي النسبة بتاعت الـ resistance مع الـ number of day in hospital لأنه بنلقى إنه مرضى الـ ICU بيقعدوا أكثر في المستشفى مقارنة مع الوحدات الثانية. فهنا في الديجرام ده ظاهر لنا إنه النسبة بتاعت الريزيستن إذا قارناها مع في الـ ICU بتصل لحد يعني 80% من عيانين الـ ICU ممكن يقعدوا لـ 20 يوم أو أكثر من 20 يوم.
مقارنة مع الوحدات الثانية اللي هم 30% من باقي الوحدات الثانية، اللي هو عدد الأيام اللي ممكن يقعدوها في المستشفى بتصل ل 20 يوم، اللي هم 30%. فنسبة 80% هي نسبة عالية، فعشان كده هي الفرصة بتاعت الريزيستنس بتكون أكثر في الـ ICU، فلازم ناخد يعني ننتبه للـ ICU في السيتنج بتاعتنا. Resistant means that يعني حتعني لنا resistant شنو؟ People cannot be effectively treated. People are ill longer. People are at greater risk of dying. Epidemics are prolonged. Other are risk of infection. فدي كلها ممكن تكون أسباب. The consequence of antimicrobial resistance اللي هي إذا جينا أخذناها يعني في النهاية حتصل لشنو، إنه حيكون في increase morbidity and mortality. دي اللي هي ال best suggestion لها إنه therapy may fail with the patient condition deteriorating before susceptibility results are available. يعني إذا كان هو infected بمالتي drug resistant، فهو العيان الانتي بايوتيك او الثيرابي اللي هياخدها ما حتكون افكتيف لحد ما تظهر النتيجه بتاعت السبتابيليتي تيستينج، او نو انتي بايوتيك ليفت تو تريت سيرتن انفكشن. في بعض الحالات بيكون اصلا ما عندنا خيار، ما عندنا الترناتيف. اذا مثلا بيشن هو انفكتد اللي هي الايسوليتد اورجانيزم طلعوا مثلا جرام نيجاتيف بكتيريا، الجرام نيجاتيف اذا كان ريزيستنت للكاربابينام او ريزيستنت للكوليستين، واذا كان ريزيستنت للكاربابينام ممكن نستخدم الكوليستين، لكن الكوليستين في السودان هو ما موجود. حتى لو احنا جبناه او كان موجود برضو الكوليستين ريزيستنت فبدأ تظهر يعني. في الحاله دي بيكون احنا ما عندنا alternative، يعني يا اما اصلا هو resistant او ما في بديل، ما في خيار متوفر متاح عندك في البلد بتاعتك. برضو الانفكشن بتاعت الام ار اس اي، الام ار اس اي انا بستخدم الفانكومايسين. اذا الفانكومايسين طلع برضو resistant في الحاله دي حاضطر استخدم لينوزوليد. احنا في السودان ما عندنا، ف يعني دي واحدة من الأسباب إنها تزيد المورتاليتي والموربيديتي. برضو من السيكونس بتاعت الانتيميكروبيال ريزيستنس اللي هي greater health care cost. الكوست بيجي بإنه more investigation، لأنه العيان راجد بيتكرر الكلتشر، يتكرر السنسيتيفيتي على other investigation، أو more expensive toxic antimicrobial required. كل مرة نغير من antibiotic للتاني هي في النهاية تكلفة. Expensive barrier, nursing, isolation and precaution اللي هي الـ IBC أنا لازم أدفع عليها وأفعلها. اللي هي therapy price out the reach of some third or late country. بنلقى إنه حالياً يعني بعض دول العالم الثالث اللي هي الثيرابي دي بيجت برايس أوت، يعني هم ما قادرين ياخدوا التكلفة بتاعت التريتمنت يعني. فدي ممكن نعتبرها واحد اللي هي الكونسيكونس بتاعت الانتيبايوتيك ريزيستنت. Reason for develop of antimicrobial resistance. لكن نشوف الأسباب ذات اللي هي بتخلي resistant تحصل، اللي هو زي ما قلنا resistant due to misuse our poor health measures, poor immunization coverage, health system factor, industries and sell up plants, hygiene purpose, agriculture, pharmaceutics and antibiotic in the environment. يعني ممكن هنا إذا شوفناها في الديجرام ده اللي هو الأوفريوز، الاستخدام الكثير للأنتيبايوتيك أو البريسكريبشن من غير داعي، أو البيسيوز بتاع الأنتيبايوتيك، أو سواء كان عن طريق الأجريكولشر أو الانفيرومنت، أو البور إنفكشن كنترول عندنا، أو البور هايجين هاند واشينج سانيتايزر كده، أو اللاك أو رابيت لابراتوري تيست. برضو اللاك هو عنده دور
كبير، يعني لو عملنا rapid detection rapid report فهنا أنا ممكن أقدر أعمل control. timeline and history of antibiotic. نرجع شوية نشوف الانتيبايوتيك، يعني هي أول ما بدأت وكذا، يعني التاريخ بتاعها. إذا عينا للديجرام ده بنلقى إنه الانتيبايوتيك دي بدأت بالتلفا دراج، هي كانت في 1930، جات بعديها البيتا لاكتام، جات الكلورون فينيكول، الأمينو جلايكوسايد، الماكولايد، الجلايكوبيبتايد، الكولينونز، يعني دي كلها في الفترة من الثلاثينات لحد منتصف أو بداية الستينات. بعد كده جاءت اللي هي innovation gap، في gap طويل كده لحد سنة 2000 حتى بدأ production بتاع new class of antibiotic. فهي الفترة من 62 لحد 2000 اللي هي no major class of antibiotic were introduced، ما كان في antibiotic متوفرة في الحالة دي. فدي خلت إنه شنو استخدام الانتيبايوتيك دي أدى لتعزيز الريزيستن، يعني كل مرة تظهر ريزيستن بشكل تاني، يعني زي ما بعدين حشوفه في الميكانيزم. بعد سنة 2000 برضو حصل انترودكشن للانتيبايوتيك، لكن برضو كانت شنو بسيطة. الريزيستن تاريخي اللي بدأت من 1945 اللي هو ألكسندر فيلمنش عمل وارنينج وظهرت في الميديا اللي هو في نيويورك تايمز في الزمن ذاك، وقال إنه الريزيستن will develop to penicillin، وفعلا ظهرت من 45 وبعديها ظهرت البيتا لاكتام. هنا في الدياجرام ده حنشوف اللي هو التايم لاين اوف انتيبايوتيك ريزيستن. في الخط الفوق اللي هو الانتيبايوتيك ديفلوبمنت، وحنقارنه تحت مع الانتيبايوتيك ريزيستنت اوبزرفيشن. اذا اخذنا اول مثال اللي هو السلفانومايتس اللي هي بدت من الثلاثينات لحد الاربعينات، مجرد في الاربعينات طوالي اللي هي بدا الريبورت للريزيستنت بتاعتها، لكن لقدام كده اختفت. فهو غالبا بتكون يعني هي اختفت عشان قل الضغط عليها شويه. يعني بعديها البنسلين بدت في الأربعين، في الخمسة وأربعين ظهرت الريزيستنت بتاعته، وهكذا. يعني في انتيبايوتيك أخذت وقت طويل عشان تظهر الريزيستنت، وفي انتيبايوتيك ما أخذت وقت طويل، يعني مثلا زي التتراسايكين برضو 4 أو 5 سنين ظهرت فيها الريزيستنت. الإريثروميسين اللي هو بدأ في 50 و استمر لحد في 90 حتى ظهرت الريزيستنت بتاعته. الميسيسيلين ما أخذ وقت طويل، بداية الستينات في منتصف الستينات ظهرت الميسيسيلين ريزيستنت. البانكوميسين في 55 ظهر والريزيستنت بتاعته ظهرت في التسعينات. فكده يعني فهي الديفلوبمنت بتاع الريزيستنت مرات بيكون قريب من الانوفيشن او البرودكشن بتاع النيو انتيبايوتيك، فعشان كده بيخلي خيارات الانتيبايوتيك بتكون بسيطه. يعني وسبب ثاني انه ليه ما في انترودكشن لنيو دراج، لانه الانترودكشن اوف نيو دراجز بتكلف العالم اوفر 1 بليون دولار، يعني فده رقم كبير جدا انه العالم يدفع بلايين الدولارات عشان يعمل انتيبايوتيك. عشان كده بيلقوا انه الارخص انه تو كنترول الانتيبايوتيك اصلا موجوده او موديفاي الانتيبايوتيك عشان تكوب الريزيستنت. يعني هنا عندنا برضو مثال عشان نشوف اللي هي رايز اند فال اوف انتيبايوتيك. إذا لاحظنا هنا عندنا بالخط الأزرق اللي هو number of death اللي هو عدد العيانين اللي هم في النهاية outcome بتاعهم بيكون death في حالة الانفكشن، واللون الأحمر اللي هو فيه شنو number of antibiotics. بنلقى إنه بدأت في التسعينات في 1920 في الزمن ذاك، يعني أي patient يحصل له infection
بكتيريا او infectious disease، فكان الاوتكم غالبا بيكون شنو ديث. لكن مع بدايه اللي هي ظهور النيو انتي بايوتيك من العشرينات ومشت في زياده، بنلقى انه اللي هو الديث ريت او المورتاليتي ريت قلت شديد، وصلت لحد 20%. ف معلش يا دكتور نادر، انا الماوس بتاعي ما شغال عشان كده. اوكي جود. يلا هنا قلنا في الوقت ده كانت هي البرسنتج بتاعت الديث كانت 100%، وبدت تنزل مع شنو مع البرودكشن بتاع النيو انتي بايوتيك. لكن في الفترة دي زي ما قلنا في جاب إنه ما كان في أي أنتيبايوتيك جديد وظهرت الريزيستن، فبنلقى معدلات الديس تاني بدأت ترتفع، بدأت تزيد معنا وكده. فدي الأسباب أو الحاجات اللي بتخلينا إنه شنو ننتبه للأنتيميكروبيال وإنه نحافظ عليها، لأنه هي فعلا غيرت في الميديكيشن. اوكي جلوبال هيلث ريت، اذا جينا نشوف عالميا اللي هي the global threat of microbial resistance can be reasonably characterized as pandemic rather than epidemics. فهي ممكن تكون pandemic لأنها بتنتقل من مكان لمكان من التلي حتى في العالم أكثر من إنها شنو epidemic. The dynamic of human population particularly in the past 25 years have contributed significantly to the rapid spread of survival multidrug resistant. فعلا يعني هو الحركة بتاعت الناس أو بتاعت population في العالم في 25 سنة الأخيرة دي أثرت وكانت عندها يعني تأثير ملحوظ في زيادة انتشار الريزيستنس. نشوف مثال للحاجة دي اللي هو الجلوبال بروبلم. إذا أخذنا الورد سبريد أوف اللي هو 23F كولون أوف بينيسيلين ريزيستنس نيموكوكاي، اللي هي البينيسيلين ريزيستنس نيموكوكاي بدت في UK وفي فرنسا، هي بدأت في أوروبا في فرنسا ومنها بدأت تنتشر في خلال سنوات بسيطة، اللي هي قدرت تصل UK، تصل كوريا، جابان، تايوان، سنغافور، ساوث أفريقيا، برضو وصلت أمريكا، مشت مكسيك، كولومبيا، أرجنتينا. فدي واحدة من الأمثلة للجلوبال problem. مثال تاني اللي هي the proportion of MRSA in hospital acquired staph aureus infection in 2010. في 2010 لقوا إنه نسبة الستاف أوريوس وصلت لحد أكثر من أكثر من 50% من الأيسوليت بتاعت الإستاف في بعض الدول، يعني زي في أمريكا، في أمريكا الجنوبية، في فيتنام، تايوان، جابان، ساوس كوريا، تايلاند، سريلانكا، سنغافور، في كل البلدان دي في 2010. فهي النسبة بتاعت الـ MRSA كانت أكثر من 50% من نسبة الـ MRSA في الـ staff isolated. فدي بتورينا اللي هي المشكلة بتاعت الـ resistance. برضو عندنا الـ neonatal sepsis. About 70% of bacteria causing neonatal sepsis in developing world cannot be treated with the antibiotic recommended by WHO. يعني الـ WHO الكلام ده في 2005 نشر في اللانسيت، إنه قالوا إنه 70% من النيتال سبسيس ممكن تكون شنو انتريتابل في دول العالم.
عندنا برضو more than 2.58 million antibiotic resistant infection occur in United States each year, and more than 35,000 people die as a result. فده رقم كبير يعني إنه في أمريكا اللي هي قرابة 3 مليون إنه بيحصل لهم infection في السنة ب antimicrobial resistant bacteria, وال outcome أو death برضو, فهي دي نسبة عالية دي بواسطة ال CDC. عشان كده نشوف ال antimicrobial resistant development هي جات كيف, أو ال develop بتاع ده إذا جينا شفناه من ناحية بيولوجية. فبنلقى إنه البكتيريال ايفوليوشن فيرس مانكاين انتيجويتي اللي هي الادلت هيومن كونتين 10 باور 40 سيل 10% ار هيومن اند ذا ريست اوف بكتيريا. فبنلقى إنه عدد البكتيريا او الفلورا في الجسم هو عدد كبير خالص. الانتيبيوتيك يوز بروموت داروينيشن سلكشن اوف ريزيستنت بكتيريا. كل ما استخدمنا انتيبيوتيك كثير فده بيعزز او بيساعد في السلكشن بتاع الريزيستنت بكتيريا وبيخليها انها شو تكتر. بكتيريا هاف افكتيف ميكانيزم اوف جينيتيك ترانسفير ذات سبريد ريزيستنت. وبرضه من الحاجات المساعده البكتيريا اصلا هي الميكانيزم بتاع الجينيتيك ترانسفير هي افكتيف, فهي برضه بتساعد الريزيستنت. بالاضافه لانه البكتيريا دبل every 20 minutes and human every 30 years. الملتيبليكيشن بتاع البكتيريا في كل 20 دقيقه انت بيكون عندك دبليكيشن او ملتيبليكيشن للبكتيريا, فعشان كده النسبه تحت الريزيستنت بتكون عاليه. Develop of new antibiotic has slow resistant microorganism are increasing. دي زي ما أشرنا لها قبل إنه الـ development بتاع الـ antibiotic أصلاً هو كان بطريقة بطيئة جداً, والـ resistant بتاعت الـ microorganism هي ماشية في زيادة ومقارنة مع الـ antibiotic أو الـ introduction بتاع الـ antibiotic. يعني هنا في الـ في الديجرام ده هنشوف اللي هو الديناميك اوف انتيبايوتيك ريزيستنت. اذا عندنا اللي هي لوست اوف جيرمز اند سام ار دراج ريزيستنت, هنا عندنا مجموعه من البكتيريا هي اصلا سسبتبل لكن معاها سترين ريزيستنت. دي في الحاله انها تعرض للانتيبايوتيك, الانتيبايوتيك كيل اول بكتيريا كوزين illness as well as the good bacteria protect the body of infection. فهنا بتقتل كل البكتيريا لكن بيكون عندنا شنو a resistant strain, يعني هي ممكن تكون واحدة أو اثنين منها. هنا بتبدأ إنها اللي هي drug resistant bacteria is now able to grow and take over لأنه الكيلينج بتاع دي ساعدها, خلاص بقت اللي هي البيئة سامحة لها. فهنا بيحصل لها ملتبليكيشن, وبعد ما يحصل ملتبليكيشن ممكن تتطور لأنها تنقل الجينيتيك إليمنتس لأذر سبيشيز أو أذر بكتيريا يعني. فده الديفلوبمنت. إذا نشوف اللي هو أصلاً how antibiotic resistant move directly them to them, اللي هي بينتقل عن طريق الموبايل جينيتيك إليمنتس اللي هي فيها البلازميد أو ممكن تكون ترانسبوزون أو البكتيروفيج. الميكانيزم بتاع انتقال الحاجة اللي هو الجينيتيك إليمنتس دي ممكن تكون عن طريق الترانسدكشن الكونجيجيشن أو الترانسفورميشن. دي كلها ميثود فور الترانسفيرينج أوف جينيتيك إليمنتس فروم بكتيريا تو أنذر أور between one species. في النهاية leading to resistant mechanism. Resistant mechanism ممكن تكون اللي هو modification of cell wall, أو ممكن تكون اللي هي drug target modification. هنا modification of cell wall زي مثلا ال BBBE ال binding protein ال
البنسلين بايندينج بروتين او مثلا هنا الموديفيكيشن اوف ذا تارجت. عندنا برضو ممكن يكون بلازميد زي ما شفنا هسه, او ممكن يكون دراج اكتيفيشن اوف انزيمز, الانزيم طوال تكسر الانتيبيوتيك زي البيتا لاكتاميزس, او ممكن يكون شنو الايفلوكس اكتيفيشن اوف ايفلوكس بتخلي انه الانتيبيوتيك بتدخل بيحصل لها ايفلوكس بتطلع طوالي ما بتصل اللي هو الكونسنتريشن اللي هو تو كيل زي بكتيريا. دي كلها هذا ريزلت اوف ريزيستنت or the resistant mechanism in bacteria. How resistant can be effectively controlled? يعني بعد ما شفنا background بسيط عن ال resistance والبيولوجي بتاعه, نشوف ال action اللي نحن ممكن نعمل شنو عشان نوقف ال resistance, to control the resistance. أول حاجة اللي هو the ideal drug use. The ideal drug use involve the correct drug administration by the best route in the right amount at optimal interval for the appropriate period after an accurate diagnosis. يعني كلها دي بتعتمد على انه يكون عندنا accurate diagnosis and detection ويجي استخدام ال treatment. الجلوبال اكشن بلان عموما للانتيميكروبيال ريزيستنت بيجي فيها اللي هي خمسة سيكتورز بتشتغل عليها, اللي هي الجلوبال بلان دي كانت في 2017. اول حاجه اللي هو الشغل على الامبروفمنت اوف اويرنس اند اندرستاندينج اوف AMR اللي هي باي ريسك كوميونيكيشن او باي ادوكيشن. لازم يكون في education, لازم يكون في communication skills, وإنه الناس تعرف أكثر وتوعى وتفهم اللي هي المشكلة تحت الـ AMR. الحاجة الثانية اللي هو الـ strengths knowledge through surveillance and research. دي مهمة شديد, اللي هي أنا بزيد knowledge عن طريق الـ natural surveillance, عن طريق الـ laboratory capacity و research and development. نحاول إنه نحنا to improve the surveillance ونحاول نزيد the building capacity in our laboratory. العمود الثالث اللي هو فيه هو reduce the incidence of infection. أنا أقلل the infection ذاته عشان أقلل the resistance. بيكون دائما بال IBC in health care, لازم يكون عندي infection prevention control ممتازة في السيتنج بتاعتي عشان to reduce infection. في الكوميونتي ليفل prevention برضو عندنا في الكوميونتي, والحتة الثالثة اللي هي animal health prevention control. العمود الرابع اللي هو فيه optimize the use of antimicrobial medicine, فيها access to qualified antimicrobial medicine regulation اللي هي الانتي microbial stewardship program. لازم الحاجة الثانية اللي هي used in the veterinary and agriculture, برضو يكون في control على الاستخدامة في ال veterinary وفي ال agriculture. آخر حاجة اللي هو ensure sustainable investment countering AMR اللي هي فيها measuring the burden of AMR, assessing investment needs, and establishment procedure for participation. Okay. نجي بس نتكلم حاجة كده سريعة على الانفكشن prevention and control, لأن هو مهم جدا إنه الناس تفعلوا في المستشفيات في الهيلث كير سيتنج وكده, اللي هي الـ responsibility of the health care worker في الـ IBC. عندنا أول حاجة اللي هو prevention of health care transmission, ده بيكون عن طريق standard precaution اللي هي فيها الـ hand hygiene و containing body fluid. Transmission based precaution سوري اللي هي
عفوا ترانسميشن بيز بروكوشن اللي هي فيها الكونتاكت بروكوشن او ال جاون اند جلوفز لازم ان الناس تلبسه وتفعله. الابروبريت يوز اوف انتيبايوتيك استخدام الانتيبايوتيك بطريقه صحيحه. واخر حاجه اللي هو الام دي ار سكرينينج in acute and non-acute health care setting. لازم يفعلوا السكرينينج يشوفوا البيشن اللي هو المحتاج سكرينينج سواء كان في الاي سي يو او في الاذر وورد لو هو اصلا هو في ريسك انه هو كارير او انفكتد باي ام دي ار. environmental decontamination برضو مهم انه نعمل decontamination نعرف البلايسز اللي ممكن يكون فيها الانفكشن اللي هي في دي هنا غرفة في الاي سي يو جنب السرير الحاجات الايكويبمنت الحاجات دي adequate safe disinfectant validation of cleaning efficacy and new technology. The third things اللي هو core prevention strategy الهاند هايجين. Hand hygiene. Hand hygiene should be a cornerstone of prevention effort, prevent transmission of pathogen via hand of healthcare personnel. As a part of hand hygiene intervention, consider ensure easily access to soap and water, alcohol-based hand rub. يعني كواحدة من اللي هي الاي بي سي او نساعد الهاند هايجين لازم يكون في يعني الووتر والصوب دي متوفرة في اقرب حتة لك في المستشفى في اي حتة انت شغال فيها يكون في صوب في ووتر او على الاقل في الكحول سانيتايزر. Why high hygiene important? لان احنا بنقول هي مهمة لانه الهاندز are the most common mode of pathogen transmission. Reduce spread of antimicrobial resistance, prevent health care associated infection. Hands need to be clean when in case of visible dirty, أنا لو شفتها وسخانة after touch contaminated objects with bare hand إذا حبشت حاجة بيديني أو before and after patient treatment before gloves placement and after gloves removal. دي الحتة المهمة. الحاجة الرابعة اللي هو education of the healthcare worker. بيدخل فيها education of the healthcare personnel and patient. حتى البيشن أنا بوريهم يعني هو لو كان عنده MDR أو كده. اللي بتجي في الحتة بتاعت observation. Observation of practice. Particularly around high-risk procedures before and after contact with colonized or infected patients. دي بتكون بالملاحظة إنه إذا في أي contact مع colonized or infected person أنا بلاحظ يعني الناس بيعملوا كيف أو بيتعاملوا معه كيف إذا كان في أي قصور في الحتة دي فطوالي يكون في direct education. بالإضافة للفيدباك just in time feedback if failure perform hand hygiene observed. لو أنا أو الشخص الشغال في health setting شاف أي حاجة يدي فيدباك يعني directly ينبههم لأنه في بعض الحالات يعني هو ممكن يكون مستعجل أو كذا ف يعني محتاج لأنه يكون فيها تنبيه. الكونتاكت precaution برضو نهتم للحتة بتاعت الـ involve the use of gowns and gloves for patient care اللي هي prior to room entry, remove prior to room exit. لازم تكون محددة. Single room for isolation preferred or cohorting for MDR colonized infected patient. الـ isolation بتاع الـ infected patient برضو مهم في الـ healthcare setting. عندنا general hygiene to matter the hospital environment including floor, toilets, beds should be kept as clean and dry as possible. Patient with known or suspected MDR infection should be isolated.
and patient should only be transferred between ward when it is strictly necessary. يعني ننتبه للنظافة بتاعة المستشفى عموما في كل القطاعات في المستشفى، بالإضافة للإيسوليشن اللي هو إن نعمل إيسوليشن للعيانين اللي هم عندهم NDR، وما يكون تحويل البيشن من عنبر للتاني حاجة كده سهلة، يعني لازم يكون restricted ولازم يكون هو فعلا في حوجة لأنه أنا أحول العيان من عنبر للتاني. Protection yourself and community. برضو نرجع نشوف الكوميونتي، لأن معظمنا بنرجع الكوميونتي، وبرضو الكوميونتي لازم يكون عندنا protection اللي هي avoid excessive antibiotic use. نوقف استخدام الانتيبيوتيك الغير ضروري، بالإضافة للشاور daily after workout. Wash hand or use a hand sanitizer often, especially after shopping, using bathroom and before eating. فحاليا يعني نحن مع الكورونا دي، فالحاجة دي ساعدت إنه الناس to aware يعني بحكاية إنه الهاند washing والهاند sanitizer. فدي برضو بطريقة حتساعدنا في الكنترول بتاع الـ MDR. Don't share towels, soap, razors, water bottle and other personal items with other people. يعني الـ privacy مهمة شديد، إنه أي إنسان يستخدم حاجاته من غير share. Use a towel as a barrier between you and exercise equipment. برضو في الجيم في الحتة دي. Wash athlete clothing daily. إذا كان الناس بتمشي تعمل رياضة تعمل كده، فلازم هدوم الرياضة والحاجات دي تتغسل يومي. Clean disinfectant and dry your gym bag. غسل الشنطة بحتك. آخر حاجة اللي هي الإدوكيشن. الإدوكيشن فيه الpatient and families. دي غالبا بتكون بالstandardized handout. نعمل handout بيكون فيها الحاجات محددة أو استخدام الملتيميديا. الحاجة الجروب الثاني اللي هم الستاف والميديكال ستاف. الميديكال ستاف بتكون in service just in time. Safety fair, make it fun and make memorable. يعني تكون حاجات في وقتها أنا ممكن أنبه أو أعمل implementation لل IBC، بتكون أعمل حاجة إنها تكون إنها يتذكرها في كل لحظة والتانية. لينا نحنا yourself نحتاج webinar، بنحتاج internet، بنحتاج communication زي ما نحن الليلة عاملين. و fever is not sign for ciftriaxone deficiency. أو إحنا بالسوداني بنقول الثلاث حبات مع علاج النزلة. شكرا جزيلا. شكرا لك كثير يا دكتورة هناء البدوي، المحاضرة الرائعة والشاملة في التغطية كمقدمة بالنسبة للجزية الأولى. حقيقة أول سؤال اتبادر لذهني، أنت ذكرتي تقريبا في آخر المحاضرة، يعني مدى وعي الناس بعملية الستيورشيب، سواء كان أطباء سواء كان استشاريين في المختبرات أو سواء كان نيرسينج أو كذا، مدى التوعية. يعني أنا كنت دار أخذ على سبيل المثال كنموذج، يعني في مستوى صوب الجامعي مدى تطبيقه وفهمه لعملية الاستيورشيب. ده السؤال الأول. السؤال الثاني بريفلي، يعني من خلال يعني تكلمتي طبعا عن بروجرام أو سيستم بيكون كسيستم عالمي، يعني أنا ما أعرف طبعا نظامكم في صوب شنو، لكن يعني أنا أشهد بأنه من بعض الطلاب الشغالين كانوا في المستشفى على سبيل المثال مستشفى تحت قيادة بروسامي أحمد جمع أستاذتنا كلنا، فحقيقة كان عنده اهتمامات دائما مستمرة
بعملية التسجيل الـ incident per month per year، بتعمل إحصائيات، وهي عندنا نوع من الأويرنس للدكاترة، يعني بتجمع الأطباء وتيجي تقول لهم والله يا أخي أنا ما بنصح إنكم، I do not recommend إنكم الآن تستخدموا الأنتيبيوتيك ده لأنه فيه ظهرت ريزيستنت. فمدى تطبيق الأشياء دي كلها في المستشفيات؟ والسؤال الأخير والثالث من خلال البيبر اللي هي نشرتيها أنت في شغلك بتاع البي اتش دي، تكلمينا من خلال البراكتس بتاعك لل 750 عينة كولكشن للسامبل حقتك نشرتها في الاف اي 1000 عن مجموعة الموست كومن ريزيستنت من الانتيبيوتيك، وأيضا الموست كومن من المايكرو اورجانيزم اللي هي الهاي كونسير من خلال شغلك للجرام نيجاتيف. وشكرا لك جزيلا. شكرا. فيما يتعلق بالسؤال الأول اللي هي الاي بي سي والانفكشن بريفنشن كنترول، هي في صوبة مفعلة لأنه أصلا في الانفكشن بريفنشن كوميتي اللي هو رئيس بروفيسور كمال الحاج، فهي الكوميتي مفعلة في المستشفى في طوالي observation للمالتي دراج ريزيستن، هي ذاتها جزء من الميكروبيولوجي ديبارتمنت، يعني بطوالي بتاخد actions عندهم روتين، بيعمل workshop، بيعملوا education للستاف في المستشفى أو للناس من خارج المستشفى ممكن to join them في الوركشوب بتاعتهم، يعني فدي فيما يخص الـ IBC. الحاجة الثانية برضو يعني الحاجة في صوبة إنه في communication، يعني في علاقة بين اللاب وبين الـ other world، فبيلقوا إنه شنو يعني اي حاجه محتاجه لاكشن او كده في تواصل كويس، يعني في ريسبونس في حاله المالتي دراج ريزيستنس، في حاله الموديفيكيشن اوف تريتمنتس، الحاجات دي هم ذاتهم يعني من كثره ما انه في تواصل بيرجعوا لنا، يعني حتى لو ما في لايف بيرجعوا انه ما في ايسوليتس ما في كده، فيعني التواصل كويس، فالحاجة دي يعني ممكن تكون مفتقدة في السيتنجز الثانية، فلازم يعني إنه الناس تفعل تواصل المايكرو لاب مع الأذر هوسبيتال يونت. فيما يتعلق بالعينات بتاعتي، أنا اشتغلت في الجرام نيجاتيف بكتيريا، الشغل كان ميلي على الكاربابينم ريزيستنت، لكن ظهرت في ريزيستنت تانية يعني غير الكاربوبينام اللي هي ريزيستنت بتاعت الـ ESBLs والأمينوجلايكوسايدز الأمينوجلايكوسايد والسيفالوسفورين بالإضافة للـ إميبينام والكاربو، يعني هي دي الكاربوبينام ريزيستنت. فيعني أنت على حسب اللي تشر في الـ الـ F1000s دي كانت هي عبارة عن ريفيو، يعني إنه نشوف عدد البكتيريا اللي هي كانت ريزيستنت لـ 1 class من الأنتيبيوتيك أو ريزيستنت لـ 2 class أو لـ 3 classes، فهي النسبة بتاعت الريزيستنت عالية، إحنا ما عايزين نخوف الناس لكن موجودة يعني. فده فيما يتعلق بالريزيستنت. الشغل الثاني اللي هو اللي اشتغلناه كان هو الكاربوبينم ديتكشن، ده اشتغلنا فيها بتاع الفينوتيبكس اللي هم اللي هي ديتكشن بتاعت الانزيمز which responsible for carbapenem resistance، وبعدين عملنا characterization اللي هي more molecular characterization by detection of resistant gene. اغلب الريزيستنت جين يعني بيض على دراستي هي اللي هي الان دي ام تايب، الان دي ام هو اكثر ريزيستنت جين مع الكاربوبينم عندنا في السودان. الاذر ريزيستنت جين هي موجوده لكن يعني ما بنسبه الكاربوبينم،
في شغل تاني برضو اشتغلنا على الأسينوتوباكتر اللي هي الـ whole genome sequencing. ده كان بالتعاون مع دكتورة لينا الحسن. برضو دي شفنا فيها اللي هو الهول جينوم. ففي الهول جينوم سيكونسينج ظهرت برضو اللي هي ريزيستنس بتاعت الكاربوبينوم بالإضافة للأذر ريزيستنت جين. فدي إن شاء الله حتنشر قريبا، يعني الناس ممكن يرجعوا لها ونعرف إنه الريزيستنت باترن عندنا في السودان. شكرا. شكرا لك كثير. نشوف لو في ناس عندهم اي اسئله من الناس المشاركين معنا هنا في الجروب. ممكن تريزي يور هاند. سليمة رافع يد، اعملي لا ام ميوت يا دكتورة هنا. وين سليمة؟ يس سليمة، سمعني هنا؟ ايوه سمعاكي. اوكي. ما شاء الله بجد very nice talk, highly interested and highly informative. كلامك ده استحضرني إنه أنا زمان كان في 2 cases بتاعت سودوموناس. حقيقة لما طلعنا النتيجة هم الـ patients كان already passed يعني، وكان الـ سودوموناس resistance، ف يعني كانت حاجة محزنة جدا. فده خلاني أفضل جزء من الطب بتاعك بجد أنا حبيته. أنت قلتي إنه العالم كله بقى في فكرة إنه يعني not to implement new drug. فبالفعل هي مش الفكرة إحنا نجيب new drug against pathogen، فده جاب الفكرة بتاعت ال host directed therapy. So rather than targeted pathogen therapy, host directed therapy بمعنى إحنا نزيد ال immunity بتاعت ال host بإنه نزيد ال phagocytosis, ال lysosomal, ال endosomal, ال autophagy بتاع ال macrophages، أو يكون عندنا T cells هي highly effective، بحيث يكون عندنا long standing memory cells or powerful T cells that produce cytokines. ودي الحاجة ذاتها المطلوبة لما يكون الباثوجين بتاعنا قاعد في حتة specific أو far away even من التارجت بتاع من الدراجز بتاعنا. يعني بالكلام ده أنا بالذات بعني الـ MTB، لأن هي بتكون أصلاً already قاعدة في جرانيولوما، فصعب إنه الدرج يصل لها. فأنت يعني الحاجة بجد عجبتني إنه مستشفى صبا ما شاء الله فيها استراتيجية واضحة زي دي، بإنه هم يعملوا antibiotic resistant assessment or survey طول الوقت. فبجد شكرا لكي ومبسوطة جدا من الطق بتاعي. شكرا سليمة على ال الريفيو الجميل ده. إضافة لكلامك إنه فعلا يعني هي يعني العالم ماشي في إنه شنو ممكن تو كنترول الانتيميكروبيال ريزيستنت عن طريق النيوتريشن، يعني إنك تساعد يعني انه تو ديفلوب الايميون سيستم بانك يعني تاخذ مواد تعزز المناعه بتاعتك. فدي واحده من الحاجات اللي حاليا هم يعني شغال فيها العالم، لانه فعلا الانترودكشن بتاع النيو دراجز او كده، ففي النهايه الديفلوبمنت بتاع ريزيستنت ماشي، لانه هي البكتيريا في النهاية هي عايزة تعيش يعني، فلازم to develop اللي هي عشان تقدر تكوب الحاجة اللي جاية عليها دي. هي كل ما إنه حصل introduction لنيو دراجز فهي أصلاً
حتنشط من اسمه شو من حاجاته يعني أو من طريق مقاومته ودفاع عشان تحاول إنها تعيش لفترة أطول يعني. شكرا. شكرا لك يا أخذنا دكتورة سليمة من جنوب أفريقيا، جزاء الله خير على المشاركة والتنبيه على تقوية الـ innate immunity وهي فعلا من البروتكشن والبروتكتف لنا. في سؤال يا دكتورة هناء، بالنسبة لي في الفيس يعني في صفحة الفيس في اللايف، بس ما حقي ما فهمت المقصد شنو، هل بيقصد النسبة؟ قال بالنسبة للمضادات الخاصة بالبكتيريا نسبة التركيز الموجبة والسالبة، ما هي أعلى نسبة وأقل نسبة بالجرام مع خالص تحياتي؟ معلش ممكن السؤال ثاني؟ تمام أعيد لك ثاني، هو ده حسب الكاتب، بالنسبة للمضادات الخاصة بالبكتيريا نسبة التركيز، نسبة التركيز الموجبة والسالبة، ما هي أعلى نسبة وأقل نسبة بالجرام؟ غايته أنا ما أعرفه يعني، السؤال هو ما واضح عن كلير، لكن إذا خمننا هو بيسأل عن الأنتي ميكروبيال سنسيتيفيتي تيستينج، يعني إنه التركيز بتاع الديسك أو التركيز بتاع الأنتي بايوتيك. maybe أو maybe. أو ممكن maybe لو سؤال عن الحاجة دي إن شاء الله في المحاضرة الجاية اللي هي حنتكلم عن CLSI guidelines عن الحاجات دي، فحنعرف هل التركيز بيختلف من بكتيريا للتانية ولا لا. أما إذا كان سؤاله عن إنه الانتيبيوتيك as treatments يعني إنه تركيزه على حسب الدوز، فبرضو اللي هي الدوز calculation ده عنده يعني أصلاً ناس الفارماسي بيعرفوا الحاجة دي، لكن اللي هو سواء انه الايسوليتد كان جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف ما بيفرق اذا اصلا هو الانتيبايوتيك افكتيف. يعني اذا اخذنا مثال انه مثلا الاموكلان ده ممكن يشتغل على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، فده خلاص يعني على حسب عمر البيشن على حسب وزنه على حسب كده، دي حاجه بتحددها الصيدليه يعني ما بنحددها احنا. لكن إذا كان أساساً هو الأنتيبيوتيك ما بيشتغل على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف أكيد ما حيكون داخل في حكاية الكالكوليشن. شكراً، ده إذا أنا فهمت السؤال صح يعني. طيب لو تسمحوا لي يا دكتور نادر، أنا عندي يعني تعليق بسيط على المحاضرة. طيب أول حاجة نشكر أختنا دكتورة حناء على المحاضرة القيمة وعلى المعلومات الجميلة، صراحة أنا تابعت جزء كبير من المحاضرة وكنت بتابع في السلايدز وصراحة معلومات جيدة، لكن إحنا أفتكر إنه من التوبيك اللي مسكاه دكتورة حناء ده من أصعب التوبيكس الموجودة في الميكروبيولوجي، يعني ما في شيء أصعب في البكتيرولوجي لاب من الأنتيبيوتكس. والمشكلة في الأنتيبيوتكس إحنا قبل ما نعلم زي ما هي تكلمت عن موضوع الإدوكيشن، قبل ما نحن ندرب الكوميونيتي ونعلمها ونعلم الفيزيشنز، إحنا برضو عايزين نصلح بيتنا من جوا ونعلم الأخصائيين المختبر الموجودين في الميكروبيولوجي إنه they should understand the antibiotics very very well، لأنه بدون ما يكون عندهم deep understanding they are not going to correctly select the antibiotics for testing. They are not going to be able إنهم to correctly interpret the results. وبرضو الريبورتر حيكون فيه مشكلة. وأنا أتوقع إنه ده هتتكلم عنه دكتور هناء في المرة الجاية إن شاء الله، ما هتتكلم عن CLSI guidelines. لكن أنا أتمنى إنه الناس تعمل homework قبل ما تجي المحاضرة الجاية، لأنه هي دكتورة هناء الآن تكلمت عن antibiotic classes عن different ميكانيزم اوف ريزيستنس وتكلمت عن معلومات بيزكس كثيره جدا، لكن دي مفترض تكون مش مفهومه، تكون محفوظه حفظ جيد من اي شخص عايز يستفيد من المحاضره الجايه، لانه احنا الان اتوقع ان هي هتبدا تتكلم عن CLSI guidelines وكيف تعمل سيلكشن للانتيبيوتكس، كيف تعمل تيستين، وكيف تعمل ريبورتين وانتربريتيشن، وده المهم قبل ما نمشي للمرحله الثانيه من الايديوكيشن اللي هي نحن تو ايديوكيت الكوميونتي تدكيت الهيلث كير يعني ستاف انه هاو تو يوز الانتيبيوتكس.
نحن في البداية مفترض جوا المعمل بتاعنا نتعلم how to select the antibiotics بطريقة صحيحة for testing و how to interpret the results، لأن حقيقة في مشكلة كبيرة جدا في مش في السودان فقط وإنما على مستوى العالم في معظم الكلينيكال مايكروبيولوجي لابوراتوريز في موضوع الانتيبايوتكس. أسهل حاجة إنك تعمل isolation identification، دي من أسهل الأشياء، لكن الانتيبايوتك تيستين نفسه الآن معظمه في معظم الدول بيجو اوتوميتد، فما في مشكلة الناس ممكن تحط البانيل ولا تحط الكارت في الجهاز والجهاز بيعمل فول يعني تيستين، لكن how to interpret the results how to report it selectively هذه من أهم الأشياء. عشان كده without deep knowledge about the antibiotic classes and mode of action and nature of antibiotics you should not be involved in testing of antibiotics، يعني مفترض ما تعمل أي تيست، مفترض تعمل أي ريبورت ولا تطلع أي حاجة من المختبر. وفتوقع دكتورة هنا حنتكلم عن الموضوع ده بالتفاصيل إن شاء الله في المرة القادمة، ونتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله. في نقطة أخيرة عايز أعلق عليها اللي هي بخصوص الكلام اللي أو النقطة اللي ذكرتها دكتورة سليمة، ونحييها من هنا دكتورة سليمة، وبيتعلق بالسبورت بتاع الإميون سيستم والكونزيرفتيف مانجمنت إن جنرال في حالة الإنفكشنز. يس نحن we do agree إنه الإميونيتي عندها very big role في الكومباكت of any infection، والأنتيبيوتكس لوحدها does not work، لكن ده برضو ما بي يعني انه نحن في يعني في كل الاحوال حنعتمد على الاميون سيستم، لانه الناس اللي حقيقه بيحتاجوا للانتيبايوتكس ما هم الناس اللي عندهم التهابات بسيطه ولا الناس اللي بيحصل لهم كوميونيتي انفكشنز، في الغالب هم الناس الموجودين في الاي سي يو السيفيرلي ال بيشنتس اللي هم اصلا عندهم مشكله كبيره في الاميونيتي، هم ما حصل لهم الانفكشن ده الا لانهم هم فعلا اميون كومبرومايزد. فنحن also we need to probably يعني in a proper way to develop antibiotics and antimicrobial agents. Yes, there is a resistance زي ما قال الدكتورة هنا حيحصل، لكن that does not mean نحنا to stop developing and exploring more antibiotic classes, more antibiotic compounds، لأنه عندنا مجموعة من ال patients مهما نديهم يعني supportive management، مهما نديهم nutrition، مهما نديهم أي حاجة، we cannot improve their immune system. We need to use antibiotics for the severely ill patients, the ICU patients, the patients اللي بيكونوا neonates في ال ICUs. There is no way other than using a proper antibiotic. Proper antibiotic does not mean broad spectrum antibiotic. In any case, proper antibiotic معناته زي ما قال دكتور هنا good selection للانتيبيوتيك الصحيح بعد ال proper detection and identification of the organism بالدوز الصحيحة بالانترفل الصحيحة. ده المهم نحن نتعلمه ونعلمه للناس، لكن ما بنقدر نقول انه نحن هنعتمد على الاميونيتي فقط. الاميونيتي هي جزء كبير جدا من مقاومة اي انفكشن، لكن نحن we need also انه نحن نشجع الشباب الصغار من الباحثين انهم تكسبلور الديفرنت ريسورسز. في هيوج ريسورسز ناتشرال ريسورسز موجودة في جينوم سيكونس داتا افيلابل فور اكسبلورين خاصة بعدد كبير من الأورغانيزم، ممكن كلها تستعمل علشان الناس to design new targets to be used for antibiotics development، والباب ما زال مفتوح. وزي ما ربنا زي ما قالت الدكتورة هناء أدى البكتيريا مقدر أنها تعيش، إحنا برضو عايزين نعيش يا دكتورة هناء، وعايزين to support our patients. There is no way نحن will continue our يعني battle against the microorganism، لكن نتذكر إن نحن ما عندنا مشكلة مع الانتيبايت مع الأورغانيزم، عندنا مشكلة مع الانفكشوس أورغانيزم الباثوجينيك أولي، وده بيمثل ممكن يكون ما أقل من ما أكتر من 1 ولا 2% من الأورغانيزمس اللي عايشة معانا وبتأدي دور كبير جدا، ونحن ما عايزين نقتلها، فنحن حريصين إنه نحن just to target to hit the pathogenic organism بproper antibiotic بproper dose في الproper site اللي بيسمح انه فعلا تو كلير انفكشن. زي ما قال دكتور سليمة عن الجرانوليتس انفكشنز، ولما الانفكشن تكون فيري ويل كابسوليتد بتيشوز والدراج افيلابيليتي ما بكون فيري هاي ذا سايت اوف ذا انفكشن، ستيل احنا وي نيد تو ديفلوب واي تو برينج الانتيبايوتيك للسايت و تو امبروف الافيلابيليتي اوف ذا انتيبايوتيكس في السايت اوف ذا انفكشن تو امبروف ذا اكشن. عموما الموضوع الطويل بتاع الانتيبايوتيكس، نتمنى لكم التوفيق والسداد فيه، ونتمنى نشوف المحاضرة الجاية ونسمع
الجديد إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك كثير يا بروف عبد الله، وجزاك الله خير على المداخلة القيمة اللي هي تفتح الباب للباحثين بتصحيح المسار. وشكرا لك كثير يا دكتورة هناء البدوي على المقدمة للمحاضرة الأولى لسيريس المتوقع منك، لأن بروف عبد الله طبعا تكلم على البارت بتاع الأدفانس والمهم جدا في اكتشاف الأشياء، وانت ابتديت البيزك للوصول إلى المرحلة بتاع بروف عبد الله على أساس إنه يكون في انتجريتد متكامل لنتائج متكاملة لتشخيص صحيح ولتوصلنا للثمار المطلوبة. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وكثر ألف خير. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم.